ليلة الاثنين الأولى من العشر الأواخر، ليلة الاثنين الأولى من العشر الأواخر. ففي أي عام نبدأ نعد الليلة؟ ليلة الاثنين، يعني يوم الأحد في الليل ليلة الاثنين. هذا قد يوافق مرة 27، قد يوافق 21، قد يوافق 24، قد يوافق 25، تغير التواريخ، قد تغير التواريخ، لكن الليلة تبقى كما ثابتة. فيصبح المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرنا اليوم والليلة التي نزل فيها، لم نعتبر التاريخ. يعني لو فرضنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ، وفي الحديث نبئ ليلة الاثنين، ليلة الاثنين، فلو أخذنا بليلة الاثنين وتركنا التواريخ يحسن التنقل ويمكن الجمع بين الأدلة. لكنني الحق لم أقف على أحد من أهل العلم لجأ إلى هذا الملجأ، لكن رؤية منطقية، لكنني في هذه الطريقة أقول أقرب